السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأصدقائي، يا رب تكونوا دايما بخير. أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الأحد 18/2023 من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر. أتمنى دعمكم باشتراك ولايك. زلزال جديد في سعر الدولار واشتعال لجميع أسعار العملات. حالا نستعرض أسعار العملات في البنوك: الدولار الأمريكي 30.66 قرش، ريال سعودي 8.18 قرش. أسعار العملات في البنوك: شراء ريال قطري 8.42 قرش، دينار كويتي 99.71 قرش، دينار أردني 43.21 قرش، جنيه استرليني 37.53 قرش، اليورو 32.51 قرش. سعر الدولار في السوق السوري كما ذكرت موقع التواصل الاجتماعي: الشراء سجل 40.30 قرش وسجل البيع 41.30 قرش. أسعار فلكية: الدولار كسر 41 جنيه في السوق السوري. بشكر حضراتكم جدا، دايما وجودكم على راسي من فوق، ربنا يسعد قلوبكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الخير دائما، أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله يا رب العالمين.